اسم الداعي على الارض. السلام عليكم يا شباب. والله يعني الله اكبر عليكم. طيب يا شباب، ده تاني صندوق عشوائي احنا نعمله الشهر ده. انتوا قلتوا الفيديو اللي فات ان هو وصلنا 50000 لايك هنجيب صندوق عشوائي تاني. ده الصندوق العشوائي التاني اهوت، بس المره دي احنا جايبينه من مصر. فاهم ده الفيديو بتاع النهارده يا جماعه؟ عايزين نوصل الفيديو ده 53000 لايك عشان بنجيب صندوق تاني. لو عجبك الحوار اعمل لايك للفيديو وراك في التعليقات يا صاحبي لو احنا الحوار نستمر عليه او نفكنا منه خالص. فيا جماعه هنخش نفتح الصندوق بتاع النهارده بقى وربنا يستر علينا ويا رب. هو مش غالي قوي بس يعني ماشي. بسم الله يلا. بسم الله بسم الله بسم الله. انا كل مره يعني الصندوق اللي فات انا جيت اعوض خسرت في الصندوق اللي فات، اتلقيت ان انا اخد فوق حقي بالزياده. فالصندوق ده يا رب اللي هو انا ما كنتش واخد حقي عليا فيه. بسم الله يلا. ولا ولا لا بص يا شباب، تحت تحت مغاره مغاره من البتاع الفلين ده. يا شباب اول حاجه اللي نمسكها معانا هو تقريبا كده كشاف، بس البتاع مكترين قوي من البتاع ده. ماشي بسم الله. هو اول حاجه تقريبا رينج لايت، يعني هو بيجي يجيبوا لي رينج لايت بعد ما انا اشتريت اصلا رينج لايت. مش مشكله بس يا رب يكون يعني حاجه كويسه. خلاص في حاجه ما فيش حاجه نفتح. بس هو عامه النوع ده غير النوع اللي عندي الرينج لايت. بس انا جبت رينج لايت اللي هي ايه، عارف انت البتاع الصغيره اللي هي مساحتها كبيره اللي صغيره. طيب حاجه هي بتاع قد كده الرينج لايت اللي عندي اللي هو مطلعها الاضاءه اللي انت شايفها دلوقتي دي. فهنشوف الرينج لايت ديت تقريبا كذا حاجه في بعض. ولا ولا كان ولا كل حاجه بتيجي مني بتتكسر. بس ما شاء الله يا ابني اقسم بالله والله العظيم ما شاء الله شباب الحجم حجمها فاجر يعني. طب اهم حاجه بس تكون شغاله معايا. فشباب ثواني كده انا شوف، انا عايز بس اشوفها شغاله او لا. هي ديت تقريبا المفروض حط هنا. ثانيه ودي المفروض كده ولا لا 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 جميله شغال. ايش طب يا شباب، هو الرينج لايت تمام شغال، بس هو الفلين ده هو المشكله والله. حاطين بكميه كبيره قوي. نحطه على الارض هنا اهوت. انا بغسر وبرزع ومش مشكله. ماشي بسم الله. البتاع وحش قوي الفلين ده. دي باينه يعني هي بدات تموت. الله اكبر عليك. بصوا يا شباب، هي الفكره كلها انا مش عارف اشوف ايه اللي في الكرتونه اصلا بسبب الفلين اللي موجود ده، يعني بزياده كبيره قوي. ف دي التالت علبه معانا او تاني علبه مش عارف. دي الكتالوج بتاع اهم حاجه من الحاجه ذات نفسها الكتالوج بتاعها. دي سماعة. أنا أهم حاجة مش السماعة، أهم حاجة تكون شغالة. بصوا فا ثواني أجربها ثواني. على فكرة يا شباب اللي أنتوا قلتوا لي عليه الفيديو اللي فات اللي هو البتاع ده، أنا عرفت إن هو بيتركب بالموبايل عشان أقدر مثلا أستخدم لو ماوس أو أي حاجة على الموبايل ممكن أستخدمها بخلال البتاعة دي. هي اشتغلت نورت تمام، بس والله شكلها رايق يعني. بص بص عاملة إزاي. أنا عندي بقى واحدة يعني أقول لك إيه. بص خارج انا الكمبيوتر جنبي اساسا اهو. بص اهي شايف عامله ازاي الفرق بين ديت وديت، زي الفرق بين ابو شخه وابو دي الكرتونه بتاعتها نرميها على جنب. البتاع ده مشكله. بص بص يا شباب ولا في حاجه طلعت لي. كويس والله. ده موس. انا عارف ان مكتشف الغامض هو المثير، بس لافا دي نفس الشركه تقريبا هي اللي بعت لي اللي كان مكتوب على البتاع من بره. طيب ده ماوس، بس اللي هو ايه ماوس البلوتوث او وايرلس عامه. ماشي مش مشكله، انا مثلا ماليش قوي في الحاجات ديت لان احنا جيمنج فما بستخدمش الحاجات دي خالص. تعال. يا فرج الله. ادي
انها البزازة يا سادة. بصوا يا شباب انا مش عارف اجيبها لكم ازاي، بس يعني دي بزازة اهي. بزازة. لو حد عنده اخ صغير عايز البزازة يا جماعة يا ريت يقول لي في التعليقات تحت، وانا ممكن اتواصل معاه وادي له البزازة. فلوسي بتضيع على الارض، فلوسي بتضيع. ده دي بصوا هقول لكم حاجة، انا هغمى عيني واقوم حاطط ايدي في الصندوق، والحاجة اللي تطلع معايا هي دي الحاجة اللي احنا نصيبنا فيها. طلع معايا حاجتين، اول حاجة مش عارف ايه اصلا ده، بتاعت معسل انا مش عارف، بس زي ما بتيجي. بصوا شباب معلش معلش انا فاهم، لو حد فاهم بس يعني دي ايه يقول لي في التعليقات. انا كل مره والله انتوا على فكره بتقولوا لي حاجات، على فكره المره اللي فاتت كان طلع لي كاميرا، دي ما طلعتش كاميرا، دي كانت باور بانك، كله في التعليقات. دي كاميرا قديمه جدا طلع باور بانك عامه. ديت بقى انا مش عارف، هي مكتوب عليها ارقام وتقريبا شبه الميزان او بصوا ما علينا. ودي الكرتونه بتاعتها ما علينا منها. رشوا قد ايه؟ طب بصوا بحب اقعد اطقطق الحاجات دي، انا عندي حاله التوحد ديت ولا حد برضو عنده الحاله ديت انا مش عارف. بس بسم الله واو، انها مرآه. مرآه يا جماعه مش هينفع نرميها بقى عشان ايه. بصوا شباب انا مش عايز ابص جوه الكرتونه عشان ما اتفاجئش او اتصدم، يعني انا قدامي حاجه كده طويله لسه قاعد ادوش هي طازه. بسم الله بسم الله بسم الله يا رب يكون فيك الامل. والله العظيم ان الصوت ده بتاع الكرتونه. طيب بصم ديت الستاند بتاع الرينج لايت اصلا بتاع الاولاني، انا اكسرها مش عارف مش عارف افتح ازاي. معلش اصل انا يعني عندي يعني حاجه كده يعني تشيله في ايدك اللي هو الرينج لايت اللي موجود. تمام بصوا دي بيثبت كده، والرينج لايت المفروض تحط فوق كده وبيثبت. والله كويس كويس ينفع برضه ايه اللي هو ولا لو عامله كده. بصوا يا شباب هي مكتوب عليها بالصيني، حاجه مكتوب عليها بالصيني مش عارف، بس هو تقريبا نوع بخور او حاجه ولا استنى 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 مش عارف يعملها ازاي. استنى عامة يا جماعة اللي هي مروحة اللي هو كده فاهم، انت بتبقى عامل واحدة بتبقى عامل مستوره عاملة لك كده فاهم، فديت اللي هي مروحة تقوم عاملة كده، تقوم اللي هي تقعد تلف 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 وتقوم راجعة لك تاني. حلوة جميلة شغالة. سوري انت قوة مروحة تمام. دي العلبة بتاعتها مش عايزين البتاع ده. بصوا يعني تقريبا هي العلبة كلها من دي، تطلع لي حاجة كده انا مش فاهم ده. بصوا هو شبه القلم، هقول لك نكسره ونشوف ايه اللي جواه، يمكن حاجه غاليه وحرام عليا. بصوا انا والله زي ما تيجي، لان انا ديت خشبه خشبه عاديه ومعمول عليها ستيكر من بره شبه الستيكر بتاع بوه اللي هو شبه بتاع الرصاص، عارفه القلم الرصاص بتاع زمان بتاع الحضانه، فهو شبهه كده. مع ان احنا كسرناها فما عادش ليها لازمه. ايه ده؟ بسم الله. تاني. بصوا يا شباب. ماوس، بس ماوس جيمنج. ولا. طب يا جماعة ما قلتوش ليه والله العظيم أنا جايب ماوس وبتاع، جايب عادة الجيمنج كلها قريب، فبص الماوس عامل إزاي؟ الماوس أصلا شكله دبابة. دبابة. بص. ثواني أوريكم الماوس اللي عندي. ده الماوس اللي جاي دلوقتي وده الماوس الجيمنج اللي عندي، يعني ده الفرق بين اللي عندي واللي موجود. هو تقريبا اللي جاي لي احسن من اللي عندي، بس انا يعني اتعودت على اللي معايا. فاقول لكم حاجه، احنا نخليه على بعض كده اهوت، لما حد يبوظ من المستخدمين التاني. ودي الكرتونه بتاعته ما علينا منها، ودي البردو بتاع بتاعته. الحاجات طلعت فين؟ مسطره واو ما علينا منها. بصوا حد تاني بركبه ولا؟ على
انا نعم انا بهدلت الاوضه، انا بهدلت الاوضه بالبتاع ده والله، بهدلت الاوضه. بسم الله. بصوا اللي هو لو حد عارف دي بتعمل ايه الحاجات دي فممكن يقول لي في التعليقات، لان انا مش فاهم هي بتعمل ايه، بس يعني عامه هي انا هي شكلها ملهاش لازمه اساسا، بس العلبه بتاعتها محترمه فانا ممكن استخدمها في اي حاجه تانية. شرخ من هنا. بص مش عارف اذا كانت باينه او لا، بس هو حصل فيه جرح في الفرنجات، مش عارف بقى اذا كان شغال او لا. ماشي ما علينا، انا اللي مهمل، انا اللي مهمل والله واستاهل، انا اللي مهمل واستاهل. نخش بقى في اللي بعدها يا جماعه. يعني البزازه بتاعت المره الاولانيه انا فهمت دلوقتي هي جايه لي عشان ايه، يعني جت عشان بقى اللي عايز يرضع فاهم، يعني انا مش عايز ارضع والله. جايبين لي بزازه مع الرضاعه بتاعتها، فنخليها لبعد الفطار ان شاء الله، نشوف الحوار ده هيبقى ايه، ممكن استخدم ما علينا. ابتدى اخد في بقي ده عارف انت اللي هو بتاع دوم وجيري اللي هو بيقوم جاي جنبه يقوم مش عارف انت يا جماعه. فلو حد برضو عارف يقول لي في التعليقات تحت، يعني لو ينفع ناخدها معانا كده نشكل بيها اللي هو يبقى سيف اي حاجه خليها على جنب. ايه يو 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 دي ده دي دي ثانيه كده ديت يا شباب المفروض ده يا جماعه بتاعت السباحين اللي هو الناس اللي بتنزل حمام السباحه او اللي فيكم بتمرن سباحه هيبقى عارف دي ايه. دي بتاعت حمام السباحه النضاره عشان تنزل تحت الميه، فانا بس هي شكلها اصغر مني او بصوا بس ثواني كده مش عارف اجربها ولا لا، والله اجربها معانا هتحفل عليا بس يلا. جاي معاها حاجه كده، دي حاجه في علبه. وتقريبا ده انت تحطها مش عارف مناخيرك عشان ما تفسيش اهو. بصوا يا شباب انا مش عارف بس يا حبيبي على ان انا ما عارف انضف الاوضه ديت خالص من هنا لسنه قدام. بسم الله. على جنب خطوبه، احنا في رمضان. طب خلينا بقى شويه، انا جاي لي بقى ديت اللي هي ديت فاهم اللي هو ايه بتاعت التسبيح تقريبا اللي هو ايه حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. فيا جماعه هو تقريبا الكرتونه كده على بعضها كلها ما تجيش 100 جنيه او 150 جنيه او اكتر مش عارف، بس هو عامه يعني انا اتضحك عليا المره دي، انا اتضحك عليا في حاجه يا ابني فلوسنا بتضيع. طب يا شباب نحاول نخلص الفيديو قبل ما الزغاريط بقى والفرح والمولود بقى يجي والحوار ده وبتاع بتاع البصره هيجي دلوقتي وبتاع الليمون هيعدي، فنحاول ننجز الحوار دلوقتي. لو الفيديو يا صاحبي ما تنساش تعمل لايك للفيديو ورايك في التعليقات يا صاحبي، وصلى على النبي لان نسيت اقولها في اول الفيديو. عملت سبسكرايب للقناه؟ ما عملتش سبسكرايب للقناه، فانزل دلوقتي اعمل سبسكرايب للقناه، في علامه تحت اسمها سبسكرايب او اشتراك فدوس عليها عشان تحولونا رمادي وتبقى موجوده عندنا. لو الفيديو عايز نعمل جزء ثالث بس يعني يا جماعه ما ننصحش خلاص الشهر ده، خليها مثلا قدام شويه. عمرك صح؟ صلى على النبي يلا ننهي الفيديو، ننهي الفيديو، سلام.